الفيديو اللي فات عدنا نتكلم على الـ types of triads، اتكلمنا عن major, minor, augmented, diminished. انا ممكن ابني chords اكتر من يبقوا 3 نوت، يعني احنا خدنا C, E, G which is C major triad، ولكن ممكن اكمل نوتة رابعة كمان، يعني ممكن اكمل السيريز اللي انا ماشي بيها ان انا اعمل اولى، تالتة، خمسة، سبعة. في الحالة دي كورد بيتسمى C major sevens، يعني هو C major triad وحاطط السبعة بتاعتي. كلمنا في فيديو قبل كده عن فكرة الليدنج نوت، وان الليدنج نوت هي هتبقى السيفنز ديجري بتاع السكيل اللي انا فيه. فانا لو لعبت اولى، تالتة، خمسة، سبعة، الكورد اللي بلعبه دلوقتي هو عبارة عن الاولى والتالتة والخمسة والسبعة بتوع السكيل اللي انا جاي منه، which is C major scale. لو انا حاولت اخد نفس الفكرة دي واشوف ايه الكوردز اللي موجودة جوه سلم السي ميجر، يعني ايه الكوردز اللي موجودة جوه السي ميجر؟ لما بنقول كوردز جوه سلم ده بنسميه دايتونيك هارموني. كلمة دايتونيك هارموني يعني اي نوتة هلعبها من الكوردز دي تبقى نوتها جوه السلم بتاعي، يعني سي ميجر سكيل نوته كلها بيضة، يبقى اي كورد هلعبه عشان يبقى دايتونيك يبقى الكورد ده نوته كلها بيضة. لو اتلعب نوتة منهم بره السكيل او نوتة سودة في الحالة اللي احنا فيها في سي ميجر سكيل هسمي كورد ده نون دايتونيك كورد. 7 ديجريز بتوعي في السكيل لو بنيت عليهم كورد سي ميجر 7، دي ماينر 7، اي ماينر 7 وهكذا. تعالوا نشوف خامس كورد بالذات، هحكي لكم ليتر اون ليه خامس كورد بالذات. الخامس لو لعبت اولى، ثالثه، خمسه، حالين ده جي ميجر ترايد. جي ميجر ترايد انه 2 تون، 1.5 تون. الجي ميجر عشان نسميه جي ميجر 7 as a chord محتاجه ابقى حاطط السبعه، السبعه هنا هتبقى الليدنج نوت زي ما في السي ميجر سكيل. الليدنج نوت هي اللي كانت محطوطه جوه السي ميجر فسميته سي ميجر 7. لكن في الجي الليدنج نوت بتاعتي هي اللي قبل التونيك بتاعي بنص تون which is الاف شارب. فعشان اسمي الكورد ده جي ميجر 7 لازم العب اف شارب، فهيبقى صوته عامل كده. ده جي ميجر 7. طب امال ده مين بقى؟ السبعه متغيره، حصل السبعه ايه؟ انها نزلت نص تون. طب ايه الكورد ده؟ عشان يفرقوا الكورد ده عن الجي ميجر 7 سموه جي دوميننت 7. الجي دوميننت 7 عشان يتكتب بيتكتب جي 7 بس، ما بيتكتبش جي دوم 7 او جي دوميننت 7، كتب جي 7. ودي كومن ميستيك معروف للي مش عارفين الحته ريليتد بالهارموني، انه جي 7 يفتكروا جي ميجر 7. جي ميجر 7 مختلف تماما عن الجي دوميننت 7. لو لعبت جي دوميننت وانا بسمع الكورد ده انا مش حاسس ان انا في البيت، مش حاسس ان انا رجعت هوم، حاسس ان انا مستني حاجه تانية تحصل. ده مش لازم ابقى ميوزيشن عشان احس كده، يعني لو انا في حفله وقفلت اغنيه بالمنظر ده مثلا انا مستني اسمع كده. وبروبابلي لو انا ما عملتش كده الناس في الاغلب هتقف ثانيتين ثلاثه مستنيين، مش هيسقفوا انه حاسين الاغنيه ما خلصتش. طب ايه السبب؟ ايه اللي بيخليني لما بسمع الدوميننت كورد اللي هو ده عايز اسمع بعديه ده؟ في سببين اساسيين في الدوميننت كورد بيدوني الاحساس ان انا مش مرتاح. اول سبب وهو اقلهم اهميه ان في الكورد ده في الليدنج نوت بتاعت السكيل، يعني انا سامع دي مش مرتاح اصلا وعايز اروح منها لفين؟ للبيت، للوان بتاعي، للتونيك بتاع السكيل اللي هو السي نفسه. ده اول سبب مخلي الدوميننت كورد مش ستيبل. تاني سبب وهو الاهم ان المسافه بين الثالثه والسبعه بتوع الكورد اللي انا بلعبه اللي هم البي والاف المسافه دي بيسموها تراي تون انترفل. يعني ايه تراي تون انترفل؟ تراي تون يعني ثلاثه تون، تراي تون يعني المسافه بين البي والاف في الكورد اللي اسمه جي 7 او جي دوميننت 7 اللي هو مش جي ميجر 7. المسافه ما بينهم عامله 3 تون، تون 2 3. الثلاثه تون دول تراي تون انترفل مسافه مش مريحه ابدا في السمع. ببقى سامع الليدنج نوت عايزه تطلع للتونيك والسبعه دي
عايزه ترجع للبيت واحس ان انا في الكورد الاولاني بتاع السكيل which is C major، فهي عايزه تنزل من نوته F لنوته E عشان ابقى سامع الكورد ده بعديها. فالموفمنت بتبقى عامله كده، سامع التراي تون في الجي دوميننت او الجي 7 مش مرتاح، الليدنج نوت عايزه تطلع للتونيك، والسيفنس عايزه تنزل ستيب للثالثه عشان اسمع فهمي للدوميننت كورد هيفك لي بعد كده البروجريشنز او السيكونس اوف كوردز او مجموعه الكوردز اللي بتتلعب بعد كده، وبيبقى صوتها منطقي. احنا لما بنلعب خامس كورد في السكيل اللي هو الدوميننت، خلاص مش هنسميه ميجر 7 ان هو مش ميجر 7، هو الدوميننت 7 او 7 على طول، الجي 7 والعب بعديها ال1، ده بيسموه بيرفكت كيدنس. بيرفكت كيدنس يعني قفله تامه. في الكلاسيكال ميوزك كانوا بيسموا القفلات كيدنس. الصوت ده بالنسبه لي كما قال الكتاب، انا مش مرتاح وعايز ارجع لل1 ارتحت، ده بيسموه بيرفكت كيدنس. او 5 1 بروجريشن ان سي ميجر، ان انا لعبت الخمسه الاول از 5 اللي هي الدوميننت كورد، وبعد كده رجعت لل1. يبقى لو احنا عايزين نلخص اللي قلناه على الدوميننت كورد، صوت الدوميننت كورد مختلف تماما عن الميجر 7 وما بيتكتبش زيه، جي ميجر 7 كده، جي دوميننت 7 في فلات لل7. صوت الدوميننت كورد از نوت ستيبل بسبب حاجتين، اول حاجه الليدنج نوت اللي فيه اللي عايزه ترجعني لل1، والمسافه ما بين الثالثه والسابعه بتوعه اللي مديني احساس ان انا مش مرتاح تماما كانترفل، ومخلي الليدنج نوت عايزه تطلع للتونيك، والسبعة عايز انزل للتالتة عشان احس ان انا في البيت. في الفيديو ده اتكلمنا عن الدوميننت كورد والبيرفكت كيدنس، الفيديو الجاي هنتكلم عن الديفرنت تايبس اوف كيدنسز وازاي نستخدمها. لو عجبكم الفيديو ده بليز لايك اند سبسكرايب تو اور شانل، اشوفكم الفيديو الجاي.